اتحادية العمال الجزائريين. تم وخلال الساعات القليلة الماضية وبقرار تاريخي شجاع غير مسبوق إمضاء اتفاقية جماعية مع الاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، والتي أسفرت على اتفاقية للتكفل بالتقاعد التكميلي لمتقاعدي شركات الأشغال لمجمع صنع الغاز، والمقدر عددهم ب 6200 متقاعد. نحن نفتخر جميعا بمؤسستنا صنع الغاز اللي هي دائما في تقدم نحو التكنولوجيات العالية، نحو تغطية كل الوطن بالطاقتين الكهرباء والغاز، وكل هذه المجهودات المبذولة من طرف عمال شركة عمال وعاملات شركة صنع الغاز في كل الفئات. فمن هذه الفئات ذوي الهمم التي ما فاتئت أن تعطي كل ما بوسعها في كذلك لبنة من لبنات تقدم مجمع صنع الغاز. نثمن ونبارك عاليا كل المبادرات الهادفة إلى دعم انخراط فئة ذوي الهمم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وما هو إلا انعكاس للاستراتيجية الوطنية التي تتبعها الدولة لتحقيق هذا المسعى، والتي كانت محل اهتمام القانون الأسمى للبلاد وتشريعاتنا الوطنية بما يتوافق والتزاماتنا الدولية.